اتفضل. حضرتك انا دلوقتي وانا يعني قاعد او شغال او اي حاجه بينزل مني مني كده بدون يعني شهوه وبدون اي حاجه، بدون شهوه، او ممكن مثلا يعني مثلا شغال عادي في اي شغل مثلا بلاقي مني او بول نازل. لما هو مني، المني له صفات عند خروجه. المني يخرج بشهوه ودفق ويتبعه فتور. اما الذي يحدث لك هذا اما بول او يعني او يسمونه ودي، يستلزم الوضوء ولا يستلزم الغسل. يعني هو عشان الصلاه بس. ما انا بقول لك يستلزم الوضوء ولا يستلزم الغسل، لكن اذا انت قلت مني فعلا مني، المني يوجب الغسل. شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اسماء بنت شريف. السلام عليكم. عليكم السلام.